السلام عليكم. بهذا الفيديو رح نشرح اوبشن مهم براوتر DIR825 من D-Link. اوبشن برنت سيرفر بيعمل تقريبا على تحويل طابعة اليو اس بي الى طابعة نتورك، بحيث اي جهاز كمبيوتر او لابتوب شابك على الراوتر بصير يعطي امر برنت على الطابعة. اول شي بنشبك كابل البرنتر بورت اليو اس بي اللي موجود على الراوتر، ونحن بنكون اوريدي عاملين الاعدادات على الراوتر مود. هلا بندخل من اي براوزر على اليو اس بي على اي بي الراوتر. مثل ما حكينا اوريدي بنكون مجهزين كونفيجريشن از راوتر مود، بنختار البرنت سيرفر اوبشن، بنعمل له انيبل، بعدين ابلاي، المفروض يعطيني كونكتد، بنعمل ريفرش. هلا بتبين عنا تمام. هلا بعد هيك نحن لازم نكون اوريدي منزلين درايفرات البرنتر اللي عنا على اي جهاز بدنا نشبكه على الراوتر مشان يصير في عندي نتورك. اوكي، من الويندوز سيتنج نختار ديفايسز، نعمل اد برينتر اور سكانر. هلا عم بعمل سيرش، هي ما راح تبين عندي مشان هيك انا راح اختار الاوبشن اللي راح يطلع هلا، ذا برينتر ذات اي وونت ازنت ليستد، بختاره. نختار اد برينتر يوزنج ا تي سي بي اي بي، نيكست. بختار الاي بي ادرس ديفولت اي بي للدي لينك راوتر، اوريدي هو سمى لي اياها. نيكست. هلا عم بعمل سيرش على تي سي بي اي بي بورت، راح يطول. اوكي، هلا بنختار كاستم الاوبشن الثاني، نيكست. برضه هون راح يعمل سيرش على درايفر موديل. اوكي، هلا بنختار موديل او نوع البرينتر كانون اللي عنا، بنختار الموديل بالضبط LPP611C. اوكي، نختار نيكست، نيكست، برضو نيكست. نعمل هلا، بيعمل هلا انستول البرينتر. اوكي، هلا برضو بنعمل نيكست، مش مهم نعبي. هلا هيك كل الامور تمام، نعمل برنت تيست بيج مثل ما انتم سامعين، اعطانا عم يطبع هلا البرنتر اللي عندنا، وهيك امورنا تمام. واي جهاز تاني برضو بنعمل له اد برنتر وبصير يطبع عادي.